الفنان التشكيلي طالب دويك من القدس وأستاذ جامعي ورئيس سابق لرابط فنانين تشكيليين من 90 إلى 96. يعني الناس أعطتني لقب فنان القدس لسبب أنه أنا عشت طفولتي قريب من مسجد الأقصى، قريب من كنيسة القيامة، كنت ساكن في باب السنسلة. الحدث الأهم اللي صار معي أنا كفنان تشكيلي اللي خلاني أتعلق بالقدس أكثر، أنه أنا بعد حرب 67 طردت من بيت اللي انولدت فيه في باب السنسلة وانتقلت قصرا إلى الخليل، ومن ثم عدت لأسكن في القدس. فعشان هيك معظم أعمالي لها علاقة بالدرجة الأولى بالقدس. أنا حافظ شكله عن غيب أصلا لأني أنا عشت طفولتي فيه، يعني والحارة نفسها أنا رسمتها. فركزت كثير أنا في الرسومات على القناطر وعلى البيئة الفلسطينية، على الشبابيك، على الزخارف. يعني في القدس لها خصوصية بحيث أنه يعني إحنا بتميز فننا عن كل فنانين العالم، أنه أول شيء عندنا احتلال، ثاني عندنا بلد من أجمل مدن العالم اللي هي القدس. رسمت معرض اسمه ما وراء الجدار، أنا بعني أنه أنا وراء الجدار وأصدقائي وأهلي وأقاربي وراء الجدار في بيت لحم أو أي مكان آخر. أفاق مقدسية كان كنت أعني الأمل. رسمت انتظار، بعني الانتظار العودة. رسمت عن الأسير الفلسطيني، شبابيك اللي هو بقصد فيها القضبان. كل معارض كانت منطقة، جذور مثلا العلاقة بالأرض. تمام. آخر معرض اللي أنا بشتغل عليه من 2016 لهلأ سميته القدس تسكن فينا، إحنا يعني كل أهل القدس. هي بتضل القدس محور عمل، لكن دائما بحب أنه يعني أجدد في رسمها، يعني أعملها بطريقة مختلفة غير العمل اللي أنا سبقه. يعني اليوم ممكن أمزج القدس مع الصبر، دليل على الصمود. ممكن أرسم القدس مع الزيتون مثلا، أو رسمت مثلا حمام الحرم مثلا على الشجر مع قبة الصخرة. فيعني في المشاهد متنوعة بالنسبة لاختياراتي.